هذه الوفاء التضامنية مع الشعب الفلسطيني في إطار ما أعلنت عليه فدرالية جمعية محامي الشباب في المغرب عن تنظيم هذه الوقفة تضامنا مع الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يتعرض لأبشع الانتهاكات الجسيمة من إبادة جماعية ومن تجويع ومن قتل، حيث لم يجد يترك الكيان الصهيوني وسيلة إلا وانتجها في مواجهة على مدى 9 أشهر من التقتيل، 9 أشهر من التنكيل، 9 أشهر من العبادة الجماعية وسط صمت عالمي مريب يعني غير مفهوم للمرة، وسياسة الكيل بمكيالين تجاه القضية الفلسطينية. تأتي هذه الوقفة في إطار ماذا أبى عليه المحامون وهذا عادهم في التضامن مع القضايا العادلة، ولا في القضية الفلسطينية كتضامن مع هذه القضية العادلة التي نرى بأنه أبسط شيء هو أن نقدمه للشعب الفلسطيني في هذا الوقت. كما عاينتم، نظمت فيدرالية جمعية المحامين الشباب بالمغرب وقفة تضامنية مع القضية الفلسطينية، وقفة تأتي في إطار تضامن شعب مغربي بكامل مكوناته ومن بينه جسم المحاماة، وإطارنا فيدرالية جمعية المحامين الشباب مع القضية العادلة لشعبنا الفلسطيني وللأمة الفلسطينية. هي قضية اندلعت أحداثها مؤخرا منذ أكتوبر كما تعلمون من سنة 23 و2000. الحرب مستمرة، هي حرب إبادة، هي حرب قصد تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، هي حرب الآن سائرة في تجويع شعب وفي تجويع أبرياء لا علاقة لهم بالحروب. هي كما قلت وقفة تضامنية نصرة لقضية مبدئية يتضامن فيها الشعب المغربي مع فلسطين، مع قضيته منذ الأزل. نقول على أن هي قضية لا تقبل المساومة، هي قضية أمة إسلامية، والمغرب كما قلت وشعبه منضمون إلى نصرة هذه القضية بجميع ما تحمله من معاني ورسائل. جينا تضامن القضية الفلسطينية اللي انضمتها جمعية المحامون بالمغرب، فيدرالية جمعية المحامون بالمغرب. جينا هنا اليوم كوقفة تضامنية للشعب الفلسطيني. كالعادة المحامون دائما كنديروا وقفات ودائما كنكونوا صامدون مع الشعب الفلسطيني. كنتمنوا يفرج عليهم الله قريب، عما قريب ان شاء الله. كما هو ماشي العاده، ولكن كما هي الطبيعه، هيئات المحامين بالمغرب ولا المحامون ديال المغرب مهما كانت الهيئه التي ينتمون لها، من ديما من البدايه هما مداعمين للقضيه الفلسطينيه، وكانوا عن صواب، لان اليوم كنشوفوا بان الدعم ديال هذه القضيه والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في ارضه وفي دوله وفي احترام كرامته واحد الحق غادي وكتمتد التضامن ديالو. كنلاحظوا اليوم في العالم الغربي اللي كنا كنعرفوه بانه يدعم ويناصر اسرائيل والدوله الاسرائيليه، اليوم الشعوب الغربيه وبالاخص في الولايات المتحده في الجامعات الامريكيه، وما نساوش بان الطلبه في الجامعات الامريكيه اليوم هما المقررين والمسيرين والمسؤولين امريكيا ديال الغد، فهذا كيبشر بالخير. لما كنشوفوا بان الشعب الفلسطيني واليوم راه سنه هو كيقاوم، سنه هو واقف ضد اللي كيوصفوا لنا القوه العظيمه الجيش الاسرائيلي، ما عرفتش ديك الشيء عام وما قدرش على ديك الشعب، لان هذاك الشعب الحمد لله مع الله سبحانه وتعالى، لان قضيته شرعيه، لان ضحيه، لان الله سبحانه وتعالى ما كيتخلاش على الضحيه، ما كينصرش الظالم. فهادي دابا حنا في شهر يوليوز، ومنذ اكتوبر راه ما بقى والو. يوليوز غشت شتنبر، حنا في اكتوبر 3 شهور وتسالي سنه ديال المقاومه، الثمن غالي.
ضحايا أبرياء مدنيين عزال أطفال قتلوا جرحوا تشردوا مناظر اللي كانت باش تعرف قوة الله سبحانه وتعالى. إسرائيل كانت الدولة الإسرائيلية كانت باغا تستعمل هاد 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 الأسلوب باش زعما تقضي على حماس. أخيرا ما قامت به عاجب الدعم الدولي للشعب الفلسطيني اللي دابا السنة هو واقف صامد رغم كل ما يعانيه في وجه الجيش الإسرائيلي الكبير العظيم اللي منذ سنة شنو ورانا ما شفت منه والو. شفتوا شي حاجة؟ والو كيقتل في الأطفال والأبرياء هذه هي العظمة. فين هما؟ واش عمرهم جابوا لنا شي واحد ما قدوش على حماس؟ هذا هو الواقع اليوم. حماس فرضات رساقة قوة سياسية في العالم في التفاوضات فرضات مواقفها. اليوم الشعب الفلسطيني عن طريق حركة حماس ولا كيفرض حقه على العالم. الحمد لله ثمن غالي جدا ضحايا أبرياء ولكن في سبيل الله وفي سبيل القضية الشرعية انتصار ها هو جاي انتصار قريب. إنما النصر صبر ساعة إن شاء الله. القضية الشرعية ديال الشعب الفلسطيني غادي ننتصروا معاهم حنا العرب جميعا. ولكن ما خصناش نزلوا يدينا سنبقوا صامدين واقفين. وهذا هو الهدف ديال هاد الوقفة هذه أننا نزيدوا ندعموا ديك الشعب في محنته في عذابه وحتى نحقق ما يناضل عليه الشعوب العرب من أجل الشعوب العربية منذ عقود منذ دابا ما يزيد عن 70 سنة وهي تحقيق الدولة الفلسطينية فوق أراضيها الشرعية والقضاء الدولي. المحكمة العدل الدولية ولا المحكمة الجنائية الدولية اليوم ولات كتاخذ قرارات ضد الحكومة الإسرائيلية وضد الدولة الإسرائيلية وانتصارا للشعب الفلسطيني. فالحمد لله المحامين اليوم كانوا في المكان اللي خصو يكونوا فيه وعبروا على الموقف السليم لم ناحية الحقوق التاريخية ديال الشعب الفلسطيني على أراضيه ولا فيما يخص الشرعية الدولية اللي عبرت عليه المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة العدل الدولية. فبالتالي احنا كمحاميين وكرجال قانون راه غادي نفات الشرعية القانونية الحمد لله دعما لهذه القضية. اليوم جينا هذه الوقفة تلبية لنداء القضية الفلسطينية رغم أننا كان هناك تأخر بعد شيء لأن كانت هياكل بعض المكاتب كذلك في الصعيد المغرب. اليوم نلبي نداء الفيدرالية لكي نقول لا ثم لا، لا للتقتيل، لا لاغتصاب الأراضي، لا لقتل الأطفال، لا لقتل النساء، لا لاغتصاب النساء، لا لحرق الملاجئ، لا لإتلاف المعونة. حرب غريبة جدا لم تكن حتى في أيام النازية، حرب غريبة تمارسها الآلة الصهيونية على الشعب الفلسطيني الأزل. اليوم نقول لا وألف لا. نتمن مبادرة صاحب الجلالة محمد السادس بإرسال المعونات ونتمن تضامن ديال المجتمع المدني في العالم كامل جميعا سواء مسلمين أو غير مسلمين، ولكن هذا يبقى لا يكفي أمام الغطرسة الصهيونية. نقول أن المحامي مستعد، هناك مبادرات من محامين دوليين لرفع دعوى ضد الصهيوني الصهاينة وضد حكمائهم أمام محكمة الجنايات. اليوم نقول محامون كذلك مستعدين للقيام بهذه الدعوة نظرا لتمكن من القانون، ونقول لكل المطبعين ولكل المطبعين لا ثم لا. لا يمكن أن نطبع مع دولة أو كيان، نقول كيان ونقول دولة تمارس جميع أنواع السادية على شعب أعزل، على الأطفال، على النساء، على الناس عزل. أخطر ما رأينا في هذه الحرب أنهم أصبحوا يستعملون الفلسطينيين دروع في المدافع لكي يمنعوا محاربتهم. هذا أكثر من هذه الوحشية لا يمكن أن نقبل بها
وتحية لكم. دعوة كريمة من فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، قدمنا من مختلف المدن إلى مدينة الدار البيضاء قصد المشاركة في وقفة تنديدية بالمجازر التي يقوم بها الكيان الصهيوني في حق إخواتنا وأخواتنا في قطاع غزة وفي عموم التراب الفلسطيني الحبيب. هؤلاء الفلسطينيات والفلسطينيون الذين يبذلون ويضحون بدمائهم وأنفسهم دفاعا عن مقدساتنا ودفاعا عن أرضنا، وبالتالي سيكون من أضعف الإيمان أن نتضامن معهم وأن نصدح بأعلى صوتنا أننا نتضامن معهم في ذلك دعم معنوي بطبيعة الحال. هذا يدخل في صميم مهام المحامي، الدفاع الدائم عن القضايا الإنسانية العادلة، وقضية الفلسطينية هي قضية عادلة بكل تأكيد. المحامي كذلك يمكن أن يلعب أدوارا أخرى على الصعيد المحاكم الدولية وتقديم شكايات بهؤلاء المرتزقة سفاحين قادة هذا الكيان الغاصب، وقد كانت هناك عدة تحركات في هذا الإطار من طرف مجموعة من الزملاء والزملاء. نتمنى أن تعطي أكلها في انتظار أن تكون هناك مبادرات مدنية وحقوقية ومهنية أخرى. تلبية لنداء فيدرالية جمعيات المحامين الشباب المغرب، حضرنا اليوم بهذه الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني وغزة على الخصوص لنسمع صوتنا ولنقول بصوت واحد على أن القضية الفلسطينية هي قضية محورية وجوهرية لدينا احنا كالدفاع، باعتبارنا اننا ندافع عن المظلومي او المظلومين في شتى انحاء العالم. ولاحظنا الدفاع وما لعبه من دور كبير في سبيل الدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية امام المحكمة الجنائية الدولية. نحن نتمن هكذا مبادرات ونقول على ان دائما وابدا ستبقى القضية الفلسطينية حية في وجداننا، حية في وجداننا. وما نحن هنا إلا لنقول كذلك على أننا نرفض شتى أشكال التطبيع. الآن مجموعة يعني من التطبيع الرسمي نرفضه ونشجبه ونرفض كل السياسات التي تدعم التطبيع. جئنا كذلك لنقولها وبصوت عالي على أننا نرفض التطبيع جملة وتفصيلا. كذلك وما نحاه المغرب كذلك من سياسات خطيرة تجاه القضية الفلسطينية لا يبشر بخير، لا يبشر بالخير، خصوصا ونحن نرأس يعني لجنة القدس، وهذا في حقه وصمة عار على جبيننا نحن المغاربة جميعا. يجب أن ننتفض ونقول بصوت واحد نرفض التطبيع ونرفض كل من يدعمه من قريب ومن بعيد. وما صوت الدفاع هنا إلا نقول مجموعة هذه الرسائل، ودامت القضية الفلسطينية حرة ودامت المقاومة الفلسطينية حرة والنصر آت لا محالة.